صادق ما تعتقده بقلبي بحب العائلة ثق بالقلب وبالمصير ليقودكما ليقودكما سترى أرجح أبداً بهذه السرعة. هيا بنا لنقفز في الشلال سوياً. لا انتظر يا طرزان، نحن لن نفعل هذا. لماذا؟ ألا تستمتعين؟ أستمتع، أتمنى أن أقضي وقتاً في التأرجح بين الأغصان والقفز في الشلال، لكن لدي مهام كثيرة حقاً. مثل ماذا؟ حسناً، مثل الغسيل. أجل، انظر لملابسي المتسخة هذه، منتهى الاتساخ. أجل، لدي ملابس كثيرة علي غسلها، ولا أستطيع التزحلق على الشلالات الآن. إذن فلتذهب أنت إلى الشلال. حسناً، سأنفذ رغبتك. شكراً، هذه استجابة لرغبتي بالفعل. اذهب. ما الذي تفعلينه يا جين؟ ولماذا تبعدين طرزان؟ ماذا تقولين؟ لا أفهم عما تتحدثين. حسناً، سأعترف لكما، في مثل هذا اليوم من العام الماضي تزوجت أنا وطرزان. لا أصدق أنه مر عام على زواجكما يا جين. أجل، مر عام كامل. في إنجلترا يتبادل الأزواج الهدايا في هذا اليوم، ففكرت في إقامة حفل مثلاً. طرزان سيندهش عندما يدخل المنزل فيجد فيه جين. هل هذه فكرة جيدة؟ ماذا تقصدين يا توكا؟ لأن طرزان صعب عليه التكيف مع تقاليد احتفالاتكم في إنجلترا. أتتذكرين عندما زارتك صديقاتك؟ نعم أتذكر هذا. بدأ الأمر بلا أي مشاكل في وقت العصر اللطيف في الغابة. سكتك. نعم، يجب أن تعترف، بدأت أجيد لعبة الشجرة. نعم، تعلمت سلوك القرود سريعاً. سلوك القرود؟ أنا لم أسمع مثل هذا الإطراء من قبل. اجريا! إنهن قادمات! من؟ اتركها يا رجل الغابة الهمجي. إلينور؟ إيه؟ إلينور! ريلي! هزل! ماذا تفعل؟ لقد جئنا لإنقاذك. إنقاذي؟ إلى الخلف، مكانك. هيا يا جين، أسرعي. تراجع! كابتن جيرون! أخذنا! صباح الخير يا جين. أهلاً طرزان. كابتن جيرون! سيداتي، سأعود إلى السفينة الآن. استمتعنا بالرحلة. ماذا؟ لا تتذر! لا تخافي يا جين، سنحميك من هذا البدائي الهمجي. لا لا، أنت لا تفهمين. اتركيني! 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 أنا لا أحتاج إنقاذاً. حاولت أن أخبرهن أنك بقيت بمحض إرادتك وأنك في أمان وسعادة هنا في الغابة، لكنهن رفضن الإنصات. وعندما كنت أتحدث عن رجل الغابة، رجل الغابة الهمجي. طرزان ليس رجل غابة همجي، إنه فقط تربى على أيدي الغوريلا في الغابة. بالطبع، نعم، إحدى تجارب والدك العلمية. جين، هل يمكنك إعادته إلى قفصه الآن؟ قفص؟ لديه قفص؟ لا لا، قفص ماذا؟ أنتن لا تفهمن الأمر. طرزان ليس تجربة علمية، إنه زوجي. في حقيقة الأمر، عندما لم تعد أنت وجين إلى إنجلترا في موعدكما، تولد لدينا شعور بأن شيئا خطيرا قد حدث لكما هنا. نعم، ثم سمعنا عن الإشاعة. إشاعة؟ نحن لم نرغب فقط في إثارة القلق. حسناً، كما ترين نحن في أفضل حال. شاي؟ يا
يا له من مذاق مختلف فعلا. هل هو مذاق لا تراب؟ حسنا ربما القليل. أسفة. هذا أفضل ما يمكننا فعله بتين المجفف وأوراق الموز. إنه عمل رائع آخذ في الاعتبار أنت تعرف إنها الظروف. نعم لديكم منزل صغير ظريف بالفعل. نعم بالفعل له جاذبية خاصة. في الواقع والدا طرزان هما اللذان بناياه. حقا؟ طرزان أخبرنا المزيد عن والديك. أنا لم أعرفهما. أوه أي أمر محزن. لقد افترسهما صبور الفهد في هذه الغرفة هناك. طرزان هل يمكنك أن تجمع لنا بعض الفاكهة رجاء؟ سأعود بسرعة. لا 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 تسرع، خذ وقتك. إذن كيف الحال مع المزعجات؟ لسنا مزعجات، إنهن صديقات جين. لا فرق، أنا لا أثق بأحد يرتدي الملابس. لماذا يرتدين الملابس؟ صديقات جين لطيفات، عطرهن جميل. أنا لا تعنيني رائحة عطرهن. أنصحك بأن تأخذ حذرك يا طرزان. قريبا ستطلب منك جين تصرف بتحضر، وبعدها تودع التأرجح وترتدي الملابس. جين لا تريد مني أن إنهما نور وسيدة. لقد لقناهما درسا. حقا يا جين، طرزان ليس الرجل الذي توقعنا أن تتزوجينه. لكن نفهم لماذا فعلتي. نعم إنه قوي ومفتول العضلات أيضا. نعم أنا سعيدة بحياتي هنا في الغابة مع طرزان. سعيدة في الغابة؟ حقا لقد تغيرت يا جين. تغيرت؟ لكن كيف؟ حسنا تريد إلينور أن تقول إن جين بورتر التي نعرفها كانت سيدة راقية. والآن حسنا رغم أن الأمر رائع لكنك تعيشين في شجرة. تعيشين في شجرة. ما زلت سيدة راقية، ما زلت جين بورتر التي ذهبت معكن إلى المدرسة، أعني التي ذهبتن معها. نعم في الواقع ستدهشن عندما تعلمنا أنني أعددت لكن نزهة رائعة غدا. أحب النزهات. عليكن أن ترتدين أفضل ملابسكن، ستكتشفن أن الغابة متحضرة. أحضرت الفاكهة. طرزان ستكون نزهة رائعة. سنتناول الغداء وسنلقي الشعر ونلعب كرة الريشة كما كنا نفعل عندما كنا نتنزه في إنجلترا. كان الجميع ينتظرون بشغف نزهة جين بورتر الرائعة خاصة من المجتمع الراقي. كن لطيفا وارتدي ملابس والدك. أهلا بالملابس وداعا للتأرجح. لماذا؟ في العالم المتحضر لا ينتقل الرجال بدون ملابس. الملابس مهمة. لن أرتدي الملابس. لكن لماذا؟ أنت تخجلين مني. هذا ليس صحيحا. لن أتظاهر بشيء عكس طبيعتي. طرزان. يوم رائع للنزهة أليس كذلك؟ لن نواصل السير أكثر. صحيح يا جين، أنا خائفة. حسنا لا أريد أن أزعجك لكن أقدامنا تؤلمنا. لقد اقتربنا من المكان. ما هذا الصوت؟ جين سامحيني على توتري لكن سمعت صوتا ما. لا 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 داعي للخوف. انظرنا حولكن، أشعر كأننا في حديقة عامة في إنجلترا. انظرنا إلى حديقة عامة بها ثعبان كبير. إذن أين هو الآن طرزان القوي الذي يحميك؟ لم يتمكن من المجيء لكن قد تستمتعن بهذا. هذا رائع، مكان جميل، هذا مدهش للغاية. سيداتي أهلا بكن في عالمي. Ah.
لو تمكنت من تسلق الشجرة يا إلهي. بروفيسور؟ نعم نعم، كنت في الطريق لرؤيتك ثم لا 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 لا، سأتولى الأمر. لماذا طلبت رؤيتي؟ أنت من جاء لرؤيتي. نعم نعم، جئت لأنني سمعت عن مشاحناتك الصغيرة مع جين. إنها تخجل مني. طرزان، جين تربت في مجتمع يهتم أحياناً برأي الآخرين فيك أكثر من رأيك في نفسك. حسناً، هذا أمر غير منطقي. لا، لكن أغلبية المجتمع هكذا. اسمح لي يا طرزان، جين تعيش معك هنا في الغابة كل يوم، هل من الصعب أن تعيش في عالمها المتحضر يوماً واحداً؟ لا، ليس من الصعب. شكراً يا بروفيسور. هكذا يا ولدي. أنا طرزان؟ أرغب في النزول إذا كنت طرزان. طرزان. أوه جين، حقيقة كل هذا رائع يا جين. الحياة في الغابة ليست همجية فعلا. رأيتم؟ يمكننا أن نكون متحضرين. لحظة، انصتا إلي أيها الفهدان، لا تفكرا في أكلنا. انظرا إلينا، نحن نحفات، مجرد جلد على عظم ومذاقنا سيء. بالفعل نعم، مذاقنا سيء ممر جدا. ضللنا الطريق في هذه الغابة. حسناً، إنك تبالغين كثيراً. قليلاً سيحل الظلام، ماذا سنفعل؟ اسمعنا يا فتيات، لقد تعلمت بعض الأشياء من طرزان، وإذا كان هناك من يأكل وينام في الغابة فهو طرزان. أقدم لكم صاحب الملابس. تبدو وسيماً يا طرزان، متحضراً للغاية، ستفخر بك جين كثيراً. حقاً، انظر إلى هذا، لقد انتهت النزهة للأسف. لو لم تتوقفي لالتهام النمل كنا كأنني كنت سأعثر على طعام مناسب لي هنا. صاحب الملابس، انتهى الحفل، هيا لنطارد الطيور الآن. نورو وشيتا مرة من هنا. الفهدان، يا إلهي، كانت جين لطيفة ورائحة عدر صديقاتها رائعة. لماذا؟ لن
لن يغير هذا خطتي في مطاردتي للطيور. جين وصديقاتها على قيد الحياة، وعلينا البحث عنهن. نعم، إذا وصلنا إلى جدول القرود سنصل إلى المنزل في سلام، أليس كذلك؟ عزيزتي جين، رجاءً نحن نحاول أن ندمعك، لكن أخشى أننا قد أصبنا بقروح. هذا صحيح. سامحنني على أنانيتي، هيا سأساعدكن. حذائي. سنتمكن من الحركة أسرع إذا أجرينا بعض التعديلات في ملابسنا. لا أصدق. لا لا لا، لكن يا جين إنه حذاء غال من الجلد الطبيعي. إنه حذاء. تحركنا بخفة الآن. ماذا لو رأنا أحد؟ ما يشغلنا الآن هو كيف لا نجعلهما يرياننا. كيف سنهرب منهما؟ حل الليل، أنا خائف. طأطأ، نحن مع طرزان. تهرب الفهود عند رؤيته. كان هذا بالأمس، إنه يرتدي الملابس الآن. أنت محق. من هنا. إنها مجرد طحالب، سننظفها بالماء. هذه سنستخدمها للتنفس. جين، يبدو أنني لم أفهم جيدا، هل تريدين منا أن ننزل في المستنقع؟ هذا هو الحل الوحيد كي لا يتعقب الفهدان رائحتنا. لقد هربنا منهما. ديدان، جزيرة، بسرعة. أشعر بدوار. يا لها من مزعجة، تمتص دمائي الغالية، ستقضي علي تماما. إنها ورقة. نشكرك على هذا الصياح. قبل اعتذاري. لا تعتذري يا جرينلي. جين، أي نوع من النزهات هذه؟ أولاً تمزقين ملابسنا، ثم تدفعين بنا في المستنقع. والآن ماذا ستطلبين؟ نتأرجح كالغوريلا على الأشجار؟ إذا كان هذا سينقذنا، نحن في الغابة إذا كنت لا تفهمين. لسنا في حديقة ومكان يجب أن أتظاهر بهذا. بقاؤنا يعتمد على تنفيذ كنا ما أطلبه منكن بلا نقاش. هل فهمتن؟ نعم، هذا أفضل. إذن هل نتأرجح الآن مثل الغوريلا؟ أنا طرزان حقاً. شجاع. وقوي جداً. هل قلت شيئاً يا إليانا؟ لا، لم أقل. جين. Ah!
تستخدمي هذا؟ هيا. أهلا جين. جين، نشكرك على هذه التجربة التي لا تنسى. حياتك فعلاً رائعة. أنت محظوظة، لديك كل شيء، وأنا أعني كل شيء فعلاً. هل لدى ترزان أشقاء أو أصدقاء؟ نحن سنفتقدك كثيراً. كفى، أين السلوك الراقي؟ إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. سأفقدكن، أراكن قريبا. جين، هل تفتقدين إنجلترا؟ أحيانا أفقدها، لكن صديقاتي محقات. لقد تغيرت وأنا سعيدة. إذن يا صاحب الملابس، هل أنت جاهز لجولة أخرى من لعبة دورك؟ يا رفاق ترزان، يا رفاق، بدأت أشعر بالجوع. وبعدها عاش ترزان وجين وصاحبهما الفيل الرائع الشجاع في سعادة وهناء للأبد. صحيح يا توكا؟ توكا، توكا. أنا آسف يا توكا، كان يجب أن تنبهيني. نبهت، ولكن كيف ستسمعني وأنت تخفيني؟ عموماً يا جين، لم تكن فكرة الحفلة جيدة. أجل، ترزان لم يكن على سجيته ولم يكن سعيداً. ربما من الأفضل أن نكتفي بتبادل الهدايا. أوه، وما هي الهدايا التي يقدمها الرجال في العالم المتحضر؟ هناك أمثلة كثيرة. ربما علبة حلوى، أو باقة زهور حمراء كبيرة، أو جوهرة نادرة كبيرة مثل الألماس. أجل يا توكا، فالألماس هدية رائعة. هل تذكرين عندما فكر ترزان أن يهديك ألماسة؟ أنا أتذكر هذا، كلامك ذكرني بهذا الموقف. لم أكن أسألك أنت، كنت أسألها هي. فعلا، آسف، أنا سوف أصمت تماما. أجل، أتذكرين يا توكا؟ كأن الأمر حدث بالأمس. انتبه، إنها منطقة خطرة. تمالك نفسك يا مذكور، لا نريد أن نعطي انطباعا خاطئا. لا تقلق، سأتخلص من الجميع بسرعة. لابد أن نتخلص من الوحوش أولا، ذلك أهم. لقد جئنا في مهمة. ولماذا ترغب في الاستعانة بمرشد؟ انسى أمره، يمكنني تولي الأمر. أرجو منك أن تسامح مذكور، ففضوله العلمي يسيطر عليه. اجلس. نحن عالم براكين، وقد جئنا ندرس البركان الذي في الغابة. هناك رجل واحد يمكنه أن يساعدكما. حقا؟ من هو إذن؟ اسمه ترزان، يعرف الغابة أكثر من حيواناتها، لكن لن يسهل إقناعه. حسناً، سأدع النقود تقنعه بسهولة، ما رأيك؟ للأسف ترزان لا يفهم لغة النقود. لا أصدق، إن النقود لها تأثيرها، اسألني أنا. توقف، اتركني. لا تسيء معاملتي، إذا حاولت صيد حيوان في الغابة سوف أفعل ما هو أسوأ.
ما هذا؟ من يكون هذا الهمجي؟ هذا هو مرشدكما. سيد طرزان، أرجوك انتظر لحظة. اسمح لي أولا بتقديم نفسي، أنا اسمي نائل، وهذا هو مساعدي مدكور. حسنا، سأشرح لك. لقد جئنا كي ندرس البركان الذي يقع على الجانب الآخر، وبالطبع نحتاج مرشدا يعرف المكان. لم تأتي لدراسة شيء. انتظر لحظة. في حقيقة الأمر أن السبب وراء ذهابنا إلى البركان هو البحث عن، سأقول لك، الألماس. وما هو الألماس؟ ألا تعرفه فعلا؟ إذن فعليك الخروج من الغابة ولو لبعض الوقت. الألماس حجر كريم قيمته كبيرة. ها؟ لماذا؟ هوهو، حسنا، لأنه أثمن شيء بالنسبة للنساء في العالم. ماذا يفعل هذا الرجل؟ كما ترى تماما، ففي العادة يهدي العريس عروسه خاتما من الألماس. يحدث هذا في كل مكان؟ بالطبع، والألماسة الأكبر أفضل. نعم، وليس من السهل الحصول على واحدة. والآن يا طرزان، هل ستكون مرشدنا؟ سأفكر في الأمر. لا أثق بهذا الشخص. لا يعنينا أن نثق به يا مدكور، نحن فقط نريد أن نستغله. ما سر هذا الهدوء؟ أنت الآن تجلس مع زوجتك الجميلة، أجمل فتاة في الغابة. كنت أفكر في، يعني كيف تكون؟ ماذا؟ حفلات الزخاف في المدن. إنها جميلة بالطبع. فستان العروس يكون لونه أبيض، تحمل ذيله فتيات صغيرات، ويرتدي الرجال زيا رسميا، وتكون هناك موسيقى ورقص وزهور ووليمة وكعك. يهدي عروسه خاتما؟ خاتما من الألماس. يجب أن ترى خاتم ابنة عمي، إنه في حجم الفراولة، فزوجها من عائلة ثرية. ولكن حفلات الزفاف كلها متشابهة، على عكس حفلنا. من غيري كانت الغوريلا وصفة لها. لكن لما سألت هذا السؤال؟ لا شيء، تساءل فقط. طرزان، صباح الخير. جين، صباح الخير. أنا ذاهب. ذاهب. حسنا، هذا واضح. سأعود لاحقا، قريبا، الليلة أو غدا أو قريبا. حسنا، سآتي معكما إلى البركان. ممتاز، ولكن بشرط. بدأنا. أريد ألماسة لجين. يا لك من رجل طامع. لا بأس، سنعطيك ألماسة. ترغب حقا في فعل هذا؟ أفعل أي شيء من أجل جين. مذهل، إنه يستطيع أن يتواصل مع الحيوان بسهولة. يخططان لسرقة الألماس منا بلا شك. لا أثق في ذلك الشخص. من المؤكد أنك مصاب بمرض الريبة، لكنني أريد منك أن تراقبه جيدا. افسحوا الطريق، فأنا أمر. افسحوا إلى الجانب الآخر أيها الأصدقاء. أيعرف أن الصناديق تحتوي على متفجرات؟ إذا انفجرت سنحصل على نابيه العاجيين. يا إلهي، هذا مدهش. انغلاق مفاجئ ثم تراخ. أشعر أن طرزان يخفي أمراً ما عني يا أبي. دغدغة بلا ألم. هذا لطيف. عندما خرج هذا الصباح كان يتصرف تصرفات غريبة. إنه يخفي أمراً، لماذا لم يعد بعد؟ تقولين طرزان ذهب إلى المركز التجاري؟ كفى كفى، هذا يكفي، اتركيني. المركز التجاري؟ سأذهب وأتحرى الأمر. نعم، أنا قادم يا جين.
احترس يا طاطا. نحن في أمان فقط لو صمدت الشجرة. جين، تسعدني رؤيتك. حسنا، التقط أنفاسي. لحظة، ما سر هذه الزيارة؟ هل تعرف أين ذهب طرزان؟ طرزان دائما، ألن تأتي لسبب آخر أبدا؟ ربما. والآن قل لي أين طرزان؟ ذهب مع رجلين إلى البركان عبر الغابة. ماذا؟ وما السبب؟ هذا لا يعنيني، لكن هذان الرجلان خطران. يا إلهي، هل حذرت؟ لا، فأنا لا أسيء أبدا لمن يدفع المقابل. اسمعي، إذا حدث مكروه لطرزان أرجو أن تأتي للبكاء عليه هنا. هيا يا أبي، يجب أن نصل إلى طرزان فورا. يمكنكم النزول. شكرا. اقتربنا من البركان. أخيرا أشم رائحة الألماس بالفعل. جاء الوقت أيها المرشد، سأغدر أنا بك قبل أن تغدر أنت بنا. ماذا تفعل؟ سأتخلص منه. قلت لك راقبه فقط. علينا الحفر الآن، وإذا كنت تريد الألماس حقا فعليك أن تضع هذا جانبا. لكن بعد أن نحصل على الألماس افعل ما تشاء بالسيد طرزان، المهم الآن هو الألماس. حسنا، دعيني أفهم الأمر. طرزان والطأ يقودان رجلين إلى البركان ولم يخبراك مطلقا بكل هذا؟ لم يخبراني. تفهم عدم إخبارهما لك، لكن لم يخبراني أنا؟ كيف يفعلان ذلك؟ نحن مستعدان. ماذا يفعل هذا الشيء؟ تعني أن هذه متفجرات؟ لن تأخذ منا الألماس بسهولة. لماذا أخفى طرزان هذا الأمر عنا؟ لا يخفي أحدنا شيئا عن الآخر. إنه طرزان، لا بد أن لديه أسبابه بالتأكيد. ربما لم يتمكن من إخبارك. ما الذي تقصده يا أبي؟ أقسم على الصمت، ربما يعرف الرجلان شيئا عنه. لكن السيد ديمونت قال إنهما لا يعرفانه. حسنا، إذن لماذا أخفى الأمر؟ إلا إذا كان بالطبع، لا غير معقول. أم ماذا؟ ماذا يا أبي؟ طرزان تقصد جاسوس؟ هذا منطقي، قصة حياتي التي لا تصدق، يعني لقد ربته القرود و... توقف، أنا شاهدة، رأيت القرود. حسنا، لكن إذا صح الأمر لصالح من يتجسس؟ ماذا تقولين؟ لا يوجد أحد يتجسس عليه هنا. هذا ما يجعل الأمر أكثر ذكاء. أوه.
السيد نائل، هل هذا هو ما نبحث عنه؟ نعم، لقد اقتربنا. واصل الحفر. انظر، أعرف أنها عبارة مكررة لكنني سأقولها. نحن أثرياء. صخور لامعة؟ هل هذا هو سر حماسه؟ فالنساء تضعها في أصابعهن ويقولون إننا نحن همجيون؟ يا جين. شوكا، ماذا تفعلين هنا؟ عرفت من جين والبروفيسور أن الرجلين اللذين مع طرزان خطران، فجئت كي أساعد. خطران إلى أي حد؟ أقصى حد وأسوأ نوع، خطران ومجرمان. النمل الأبيض. ترى أي ألماسة ستعجب جين؟ انسى يا صديقي، لن تستطيع أن تسرق الألماس منا. أنا لست لصا. كيف لنا أن نعرف؟ عموما لن نجازف. طرزان! أو أيا ما يكون اسمك الحقيقي. أوقف! لا تقلق، خططت للأمر. أنا أذكى منه. ها؟ أنت أذكى منه؟ لقد فجرت المكان ولن نحصل على بقية الألماس. فلنناقش الأمر في مكان أكثر هدوءا. لنعود إلى السفينة. إنه صوت الرعد. آسف، علي التخلص من أوراق الشجر. هذا الصوت يأتي من البركان. لن نتمكن من الخروج من هنا. هناك خبر سيء يا رفاق. إن الأرض تحترق. تماما، علميا يزداد البركان نشاطا في كل لحظة. لنصعد إلى منطقة عالية. لا يوجد مخرج. ترى إذن؟ لا، هذه حماقة. ما الأمر يا أبي؟ حسنا، بما أن الصخور المنصهرة تحتنا، إذن فوهة البركان ستكون فوقنا. لا أعتقد أننا يمكننا اختراق قمة الكهف حتى إذا وصلنا إليها. هذا مستحيل. أحسنت يا طرزان. كن حذرا أرجوك. نجحت الفكرة. البروفيسور محق. إنها نظرية علمية. هيا يا أبي، هيا أسرع. هذا مدهش، ليتني أستطيع دراسة الصخور المنصهرة. هل فعلت في وقت آخر؟ وجهة نظر. المركز التجاري من هنا، أظن ذلك. نحتاج الآن إلى مساعدة رجل الغابة. قلت لك أنا سأتولى الأمر. أبهذه الطريقة تتولى الأمر؟ أهرب! أهرب!
سننتظر حتى يرحلوا، سيشعرون بالملل في النهاية. شكراً يا ولدي، لكن أعتقد أن أمرنا انتهى. طرزان، ما الذي تفعله؟ تعلق بي بسرعة. لكننا نريد أن نصعد. لا تخافي، سنفعل. هل هذا ممكن؟ لا يهم طالما أنه قد نجح. ماذا تريد؟ درجة السخونة لا تأمن. مدهش، أمر مدهش. ألم أقل لك الآن بإمكاننا أن اصعد أعلى، اصعد. طرزان، أنت حي. أعلك لست غاضبا بشأن ما حدث في الكهف. الألماس. لا 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 لا، ألماسي. أتريدان العودة إلى هناك؟ لحظة، سأوضح لك الأمر. إن هناك سوء تفاهم كبير، فنحن علماء براكين. كنت سأتخلص منه وأنت منعتني. نعم، ووضح هذا الأمر أيضاً للشرطة. في النهاية تحققت العدالة، عدالة الغابة. هذه قصة لطيفة، لكن ما علاقة هذه القصة بذكرى زواجنا؟ طرزان وجد أنه يجب أن يقدم لك ألماسة رغم أنه يوم عادي. إذن تخيلي ما شعوره الآن عندما أقدم له هدية في ذكرى زواجنا وهو لا، سيحزن. ما هذا؟ يا 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 اجروا بسرعة. أبي، أهذا أنت؟ لا تقلقي، أنا بخير يا جين. ماذا حدث؟ في الواقع كنت أجري تجربة علمية للتحقق من وجود تفاعل بين ثاني كلوريد الصوديوم ومركب نترات الكربون. وهل وجدت تفاعلا بينهما؟ لقد رأيت بنفسك هذا التفاعل الآن. المهم، لماذا أنتم هنا؟ أنا وطرزان مر عام على زواجنا، لذا كنا نتناقش كيف أحتفل بهذه المناسبة. توكا وتأتأ جعلاني أعيد النظر في فكرتي الأصلية. تعرفون أن طرزان لا يحب الحفلات؟ والهدية أيضاً ستضايقه أكثر. ربما يمكننا أن نقوم مثلاً بالجلوس تحت ضوء القمر؟ فكرة رائعة يا جين، إنه شيء ممتع. فهذه مناسبة سعيدة. برام بام بام. هاي برام بام، لما لا تقيمين حفلا في المنزل؟ برام بام برام بام برام بام بام بام. اسمعاني، طرزان سيرفض. تذكراني ما حدث؟ نعم، كانت ليلة في غاية السوء. Ah!
العجوز. والآن يا جين لقد جاء دورك. نوصل الهوائي. تم. التالي. تثبيت صمام الجيرمينيوم في جهاز الاستقبال. يا إلهي، صمام الجيرمينيوم مستحيل. كيف سأحصل عليه في الغابة؟ صمام الجيرمينيوم؟ أكد أن المقلاة ستفي بالغرض تماما. نسيت الفطور مجددا. ماذا تفعل يا بروفيسور؟ حسنا، هذا جهاز لاسلكي يا فتى، إنه جهاز اتصال. سأسأل رغم كل شيء، ما هو اللاسلكي؟ إنه جهاز يمكننا من الاتصال مع الآخرين عن بعد، مثل الذي في إنجلترا؟ أتمنى هذا. أود أن أعرف نتيجة دور الكريكت، والآن أحتاج إلى سلك آخر بسرعة. كان هنا قبل قليل. يا إلهي، لم يعد لدي سلك، لكن هذا سيفي بالغرض. إيه، كنت أظن أن البشر يستأذنون قبل أخذ أي شيء. هكذا، رأيت؟ هم 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 هم، لحن رائع. بام 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 بام، رم بام رم بام. أبي، إنه ستروس، موسيقى رائعة. تارارارم تم 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 تارارارارا تم تم. ها ترزان، هيا معي. أحتاج شعرة أخرى. أداؤك رائع رغم أن الموسيقى ليست فالس. وما هذا؟ موسيقى الفالس معروفة، إنها رائعة. لا، ما هذا؟ كائن عجيب. إنها طائرة، وأعتقد أنها في ورطة. تتجه نحو النهر. يا إلهي، سأتصل بقائدها عبر اللاسلكي. هل أنت بخير؟ اتركني يا فتى، أنا مسؤول الحكومة البريطانية. كنت أظنك في ورطة. ماذا تقول؟ يمكنني التغلب على أي ورطة. بوبي؟ بوبي كالر؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لقد كلفتني الملكة بمهمة، لكن لدي عطلة لعدة أيام، فقررت المجيء إلى هنا فورا. يسعدني مجيئك. قل لي، كيف عثرت علي؟ عزيزتي، صديقتك هيزل أكبر ثرثرة في بريطانيا، الجميع يعرفون أنك هنا. أنا ترزان، زوج جين. سامحني ترزان، هذا كالر، لقد نشأنا أنا وهو سويا. روبرت، هذا ترزان. نعم، لقد جاء يساعدني. سيدي، لقد استطعت أن تحرم إنجلترا من أذكى امرأة فيها، أهنئك يا سيدي. شكرا، هيا ارحل الآن. ترزان، ما الذي تقوله؟ لا أثق به، عندما أنظر إلى عينيه أراه صابو. ومن يكون صابو هذا؟ ترزان، أنت تتصرف بحماقة. أنا أعرف بوبي منذ الطفولة، لقد كان جارانا. النجدة. حريق. أبي. انتهت القصة. جين. هل تركت الطيران لي؟ أبي، هل أنت بخير؟ نعم نعم، محاولتي الأخيرة في صنع اللاسلكي تسببت في مشكلة بسيطة. سامحني لأنني خطفت منك الأضواء، لكن الأمر كاد أن يسوء. هل أنت بخير؟ أنا بخير.
أعتقد أن جهاز اللاسلكي يحتاج إلى بعض التعديلات يا بروفيسور. نعم هذا صحيح. هل أنا أعرفك يا سيدي؟ لا 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 تخبرني، طبيب القلب من الخرطوم؟ لا. طبيب الحساسية؟ لا. الطبيب النفسي مثلا؟ لقد كان جارنا في نايتس بريدج يا أبي، تذكر روبرت كالر؟ بوبي كالر الصغير؟ نعم بالطبع، صار رجلا الآن. يسعدني رؤيتك يا عزيزي. أخبرني، من الفائز في مباراة الكريكت حتى الآن؟ إنجلترا متقدمة على أستراليا. رائع، مدهش، أحسنوا. بوبي حقا لا أعرف كيف أشكرك. كانت رحلتي شاقة جدا وأرغب في احتساء الشاي. بكل سرور. هل ستأتي يا طرزان؟ لا، إنه شرير يا جين. لا لا، طرزان يغار؟ أنا لا أغار، ولكنني لا أثق به. لا تثق بكانلر؟ حسناً، لكن هل يمكنك أن تثق بي؟ حسناً، نعم. هذا كل ما يهم، انضم إلينا إذن عندما تعود إلى رشدك. أعتذر نيابة عن طرزان، هذا ليس طبعه، يبدو أنه يشعر بالضيق أو شيء كهذا. أين هو؟ لا أفهم. أين وضعت؟ في الحقيقة ليس هناك ما يدعو إلى هذا، فأنت بمثابة أخي. نعم نعم، أنت محقة يا جين. أين هو؟ يا إلهي روبرت، هل تبحث عن شيء؟ نعم. كشفت أمري، كم أنا خائف. جين، هل تذكرين صندوق الموسيقى الذي أهديتك إياه قبل رحيلك؟ أعتقد ذلك، المصنوع من الخزف؟ هذا صحيح، هل ما زلت تحتفظين به حتى الآن هنا؟ ربما، في الحقيقة لا أتذكر جيدا. لقد كان ملكا لوالدتي. حسنا، أود أن أهديه إلى شخص عزيز عليه. حسنا، لا تقلق، سأبحث عنه بالتأكيد. ممتاز، أنا شاكر لك يا جين. نعم، لا ينقصني الآن إلا السلك. قد تفي شعرة فيل رائعة بالغرض. لا 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 تقلق يا صديقي، أريد شعرة أو شعرتين فقط. توقف، إن منبت شعري ضعيف. يا طأطأ، من أجل العلم. لا لا طأطأ، عد هنا، ستبدأ المباراة بعد قليل. لنراجع الأمر مرة أخرى. لم تذهب معهما لأنك لا أحب الشاي ولا أثق بكانلر هذا. وتغار. غير صحيح. نعم، ما الذي يجعلك تغار؟ أعني نعم، كانلر وسيم وأنيق ومثقف، صفات تفتقرها أنت. ما الذي سيدفعك للشعور بالغيرة؟ قد تكونين محقة، كنت أظن الأمر مختلفا، لكن ربما أشعر بالغيرة. طرزان، جين زوجتك، ويجب أن تعرف أن أي شيء لن يغير هذا أبدا. معك حق، شكرا. إنهم البشر يعقدون العلاقات بلا سبب. ها هو. ممتاز، أشكرك يا جين. لا تشكرني إلا بعد أن نتأكد أنه يعمل. تعيد الموسيقى الذكريات. روبرت، هل تذكر دروس الموسيقى في الصغر؟ نعم، أتذكر أنك كنت لا تجيدينها مطلقا. لقد أصبحت بارعة فيها الآن، لقد تعلمتها. لابد أنك تعلمت الكثير من الغوريلا. كانلر، فلتستعد للاندهاش. استعدي. طرزان؟ يا إلهي، كانلر، يبدو أن طرزان غير سعيد لوجودك هنا. أنا آسف يا جين، يمكنني أن أخذ صندوق الموسيقى وأرحل من هنا. في ظل هذه الظروف، هذا هو الحل المناسب. يؤسفني أنك لن تبقى معنا بعد الآن. ما هذا؟ روبرت، هل أنت عميل سري؟ قل لي. في الواقع يا جين، أنا عميل مزدوج. للأسف اكتشفت جهاز التجسس الخاص بي. جهاز تجسس؟ تتجسس على بريطانيا؟ نعم،
والأعداء مستعدون لدفع مبالغ طائلة من أجل هذا. لكن لماذا أهديتني إياه؟ تشك المخابرات البريطانية في أمري، لذا قررت أن أرسله معك وأنت ذاهبة في رحلتك. لم أكن أتوقع أنك ستعيشين في أفريقيا. روبرت، أنت تخون بلادك، لما ذلك؟ هل المال دافع غير أخلاقي من وجهة نظرك؟ بالطبع، هل يمكنني أن أقول تعيش بلادي؟ متهورة أنت يا جين. حسناً يا جين، لا تكوني خرقاء وتذكري ما علمك إياه طرزان. لا بأس حتى الآن. أحسنت يا جين، لكن للأسف لن أدعك تذهبين وتبلغين عني، لأن الملكة لا تعرف الرحمة مع الخائنين. إنني أحذرك، سأصيبك المرة القادمة. أداء رائع. من تكون؟ نعم، يجدر بي أن أعرفك بنفسي، النقيب نايجل تيلور من سلاح الطيران الملكي، إدارة الاستخبارات. صديقك موجود هنا. صديقي؟ روبرت كانلر. سيدي، روبرت كانلر ليس صديقي، إنه شخص جبان في الواقع. هل تقول هذا بدافع الغيرة؟ غيرة؟ كانلر سرق معلومات سرية، لقد خان بلادنا كما أنه أسقط طائرتي. هل خان عائلتك؟ يمكنك قول هذا يا عزيزي. روبرت كانلر رجل شرير، رجل شرير وخطير. أعتذر عن الطائرة غير الأنيقة يا جين، علك تشعرين بالراحة. إن يدي مقيدتان. سامحيني على ما يحدث، أنا آسف. للأسف هرب كانلر مني مجددا. ترزان، إلى أين ستذهب؟ لا يمكننا منعه. أنت لا يمكنك، لكن يمكنني أنا. يا له من عنيد، هذا الرجل أزعجني كثيرا. ترزان! جين! لا فلتبتعد. هيا. زوجك ترزان عنيد جدا، أكثر مما تتوقع بكثير. هذا يكفي، يجب أن تسقط. دع جين تذهب. ليس ممكنا، أنا آسف. ترزان، لا، يجب أن يقود أحد الطائرة. شخص يعرف كيف يقودها. على جهاد اللاسلكي يعمل. لقد أخبرتك من قبل أنني أتغلب على أي مشكلة. بروفيسور، هيا
هل أنت هنا؟ الدار أمان يا طقطق. لا، إنه يريد أن ينزع شعرتي الغالية وأنا لا أريده أن يفعل. أخذتها. رأسي، رأسي. في الواقع لم أتألم. بالطبع يا فتى، لن أوذي صديقا مثلك يا طقطق، هذا مستحيل. والآن سنعرف نهاية مباراة الكريكت. جين، ماذا تفعلين في مباراة الكريكت؟ أنا على متن طائرة روبرت، وهذا يذكرني بأمر مهم. هل تعرف شيئاً عن قيادة الطائرات يا أبي؟ حسناً، أعرف القليل عنها يا جين. لنرى الآن. ادفعي الذراع إلى الأمام لكي ترتفع. نشد الذراع. أعتقد أنك محقة يا جين، اجذب الذراع. نعم، هذا صحيح. فجأة أصبحت خبيرا. عملية الهبوط بسيطة جدا. اجعلي مقدمة تتجه إلى الأعلى. نعم، إلى الأعلى. حسنا حسنا، لقد فزت يا سادة. استعد للهبوط، سيكون عنيفا. أحسنت يا طرزان، أنت مدهش. هذا صحيح. أتمنى ألا تظن أنني جاحد يا طرزان، لكن علي تسليم الجهاز. ولا تفكر في اللحاق بي، وإلا سأضطر لقطع هذا الحبل. يا جين، سعدت برؤيتك من جديد، وداعا. أما أنا فلم أسعد برؤيتك مطلقا. جين، شكرا يا جين. والآن يا طرزان، لم يصب أي أحد، صحيح؟ اهبط بالطائرة الآن. توقعت أن تقول هذا. لن تفلت أبدا من هذه القيود يا كانلر. لا تقلقي بشأني يا جين، عدا ما يسببه طرزان من متاعب أتغلب على أي مشكلة. متأكد؟ ستقول المحكمة حكمها بشأنك. وداعا يا روبرت. لا تقولي وداعا يا جين، وإنما إلى اللقاء. كنت محقا من البداية يا طرزان، اتضح أن روبرت شرير. نعم، لكنه أنقذك، لذا ربما يكون طيبا أيضا. صارت الأمور بخير في النهاية. جين، أرجوك لا تحاولي أن تطلبي ذلك من طرزان حتى لا يغضب. حسنا حسنا، أخاف إن طلبت منه ذلك ربما يجرح هذا مشاعره ويغضبه. إذن ماذا أفعل الآن؟ لن أقيم حفلا، ولن أقدم هدية، ولا أستطيع أن أفرح مع زوجي في ذكرى زواجنا. جين، ذكرى الزواج فكرة من العالم المتحضر، وطرزان ليس من العالم المتحضر. حسنا إذن فليكن. ذكرى زواج سعيدة يا جين. مفاجأة. ما هذا؟ حفل ذكرى زواجنا. حفل ذكرى زواجنا يا جين. طرزان، أنت ترتدي بدلة أبيك. نعم، ارتديت شيئا جميلا كي يناسب الحفل. وأنتم كنتم تعرفون كل شيء. هذه هي الحقيقة. هناك المزيد يا جين. المزيد؟ وماذا أريد أكثر من هذا؟
ما رأيك في هذا؟ طرزان، إنها بي رائعة، أحضرتها من منجم الألماس؟ أجل، انتظرت الوقت المناسب كي أقدمها لك. أنت حقا تفهم عالمي أكثر مما أتصور. كما تفهمين عالمي. أغني للحياة على دقة قلبي والشمس والسماء. أسمع احتفال القلوب وكل كائنات.